اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو دوت احنا عملناه من الشارع عشان نختبر ذكاء الطالب المصري. هنساله شويه اسئله ونشوف مستوى ذكائه. يلا بينا. اسمك ايه وسنه كام؟ محمد نجعب حليم في ثالثه ثانوي. نبيل مصطفى محمد اروح ثالثه ثانوي. مصطفى نبان ثالثه ثانوي. خالد عاصم الديب ثالثه ثانوي. يوسف سامي ثالثه ثانوي. كلكم علوم ولا ادبي ولا رياضه؟ رياضه. رياضه ادبي. طب اطلع بره بقى. لو قابلنا صاحب فكره اختراع الامتحانات هنقول له ايه؟ يعني يسهل الامتحانات شويه علينا ويجيبها من مستوانا يعني. نو كومنت. ربنا يسامحه واحنا مش مسامحينه. انت معانا؟ اه بشرح الراجل بس. قول لي هتقول ايه لصاحب فكره الامتحانات؟ قول له ايه؟ اقول له تحبي السنه كده. طيب الطالب المصري معروف بايه؟ بجبروته. عبقري يعني الطالب المصري اكيد. اه والبره مقتنعين بكده لكن جوه لا مفيش بالكلام ده. اه مفيش خالص. اسقى طفل في العالم. اسقى طفل في العالم. اه ايه الفرق ما بين الطالب الدحيح والطالب العادي؟ الطالب الدحيح يعني هو بيذاكر يعني العادي يذاكر ساعتين، الدحيح بيذاكر من 6 ل 8 فاهم. الدحيح بيذاكر الكتاب زي ما هو، الطالب العادي زينا كده هو بيفهم بس، بيفهم المدرس بس ما بيذاكرش. انت بتذاكر ساعتين في اليوم ولا نص؟ هو الطالب الدحيح عامه يكون هو ربنا، هي بتبقى فطره من عند ربنا. اه والله هو لا هو ربنا، هو كل واحد ربنا خلق كل واحد بقدره عقليه مختلفه. الطالب الدحيح بيذاكر والعادي زينا بيروح دروس ويروح. قول لي موقف حصل لك مع مدرس في المدرسه. انا بروحش والله. كنت قبل كده فانا في الحضانه الابله كانت ضربتني، قلت لها جاي رحت قلت لابويا بتاعه امجح الا اللي ماليش دعوه، رحت خليتها تطلع من المدرسه بتاعها زيها في قلب الترع زمان. اه وانت صغير بس كنت بسيب الحصه واجري في الحوش، الاستاذ كان بيجري ورايا والله. بيجري ورايا؟ اه والله. الاستاذ بتاع المكتبه. ما رحتش من ثالثه اعدادي مدارس. المدرس مثلا هو يكتب على السبوره نسيبه ونمشي عادي عشان ننزل الحوش. اه عارفين الشهور الميلاديه؟ اه اللي هم ايه؟ يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يونيو ديسمبر اغسطس ديسمبر نوفمبر اكتوبر. تمام. لا السؤال الجاي انا عايزك تفهمهم لي بالانجليزي. يناير فبراير مارش ابريل انا ابريل مايو يوليو اوغست جنيوري فبراري مارش ابريل ماي ابريل ماي جيون جولاي يونيو. ايه اللي بعد؟ لو انت في سباق وعديت المتسابق الثاني هتبقى انت متسابق الكام؟ المتسابق الثاني هبقى انا متسابق الكام؟ الاول. انت دلوقتي بتجري عديت الثاني هتبقى انت الكام؟ ما انت رقم كام فيهم؟ انت الاول ولا الثاني ولا انت دلوقتي الثاني هتعدي الثاني بقى الاول. غلط. تفتكروا ليه الديناصور انقرض؟ عشان الناس لما كانت بتشوفه كانت بتموته فهو انقرض خلاص يعني. ايه يا حبيبي؟ ايوه مش هو لما يعني هو عمل اختلال في البيئه توازن البيئه تقريبا او حاجه زي كده. الديناصورات كانت موجوده من قبل ما الانسان يكون موجود اصلا، بنيازك وتغيرات في الجو وبراكين وحاجات زي كده فماتوا. قدر ربنا بقى. لا يا بالحب ما ينفعش نعيش معاه. يا ما الحب. اه هم ماتوا احنا نعيش. اه هم احنا نموت وهم يوم ما يجوا تاني. هنا قطر كهرباء ماشي من القاهره لاسكندريه ماشي، الدخان بتاعه هيمشي شمال ولا جنوب؟ جنوب. الدخان الدخان بتاع القطر هيمشي شمال ولا جنوب؟ مش عكس الاتجاه. عكس الاتجاه. لا الله عكس الاتجاه جنوب. طيب فكر في سؤال تاني هيقوله تاني. هو قطر كهرباء ماشي من القاهره لاسكندريه. ما طلعش لك. كام شهر في السنه في 28 يوم؟ فبراير شهرين باقي. طب افكر في سؤال تاني، كان في الشهر في السنه جواه 28 يوم؟ اللي هو شهر فبراير. فبراير. الاجابه كل الشهور. لو انت هتروح تعزم واحد على مطعم. اه. واحد تاني على مطعم، تعزمهم هما الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده اوفر؟ الاثنين مع بعض. صح، ليه بقى؟ ما اعرفش. ليه اوفر؟ اقول لك انا بقى. عشان لو انا رحت كل واحد لوحده هدفع لنفسي وليه؟ لما نروح انا الثلاثة هدفع نفس المرة. جامع كلمة دلو. دلاوي؟ دلو. هتلاقيه. دلوان. دلوان. انت بتهبد. عارف كلمة رأى؟ رأى سي. رأى سي. المضارع منها ايه؟ يرى. صح، طب الأمر منها؟
يا رون رون انظر يعني. لا بس لا كلمة تانية. لا مش عارف الامر منها ايه. الامر منها عدد حروف اللغة العربية 28. قولهم لي بالترتيب. لا نسيتهم والله. ألف ب ت س ي ح ق د ز ل ر ز ن ف ق ظ ط ظ. لا انا مش عارفهم بالترتيب. خين ف ق ك ل م ن ه و ظ. موجود كم دولة عربية؟ 22. ماشي 22. قول لي تعرف تقول لي كم دولة؟ مصر، تونس، المغرب، الجزائر، السعودية، قطر، دبي. استنى الامارات. ماشي الامارات، الكويت، لبنان، الاردن، البحرين. البحرين، تونس، مغرب. انا قلتها. قلنا مغرب. موريتانيا وجزر القمر ومدغشقر. دي افريقيه مش عربيه. جزر القمر هي موريتانيا بس عربيه. والله فلسطين عربيه. 29 هو اللي ادب. انا مش ادب. مصر وليبيا والمغرب وتونس والكويت والامارات والسعوديه وقطر وعمان. صح. وسوريا. وسوريا وعندك فلسطين وجيبوتي. دول كتيره. عايزين نعمل حوار باللغه العربيه الفصحى. ماشي. هنبدا بجمله هيا بنا. مين هيبدا؟ انا. يلا بينا. هيا بنا الى اين؟ هيا بنا لنذاكر. حسنا اخويا. لا انني ورايا لعب. المذاكرة فوق اللعب. المذاكرة فوق الجميع. هيا بنا. هيا بنا خلاص. ليتس جو. استيقظت من نومي ثم ذهبت إلى الدرس، وبعدما فرغت منه ذهبت إلى المطعم ثم أتيت. بس نص كده.